بكم مشاهدينا. إذن خطة بريطانية جديدة للتعامل مع الهجرة غير النظامية عبر التوقيع مع رواندا على اتفاقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني لتستقبل رواندا طالبي اللجوء على أراضيها. أهداف هذه الخطة والتحديات الإنسانية والقانونية سنناقشها اليوم في للخبر بقية. وصلت الحكومة البريطانية لاتفاق مع رواندا يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش إلى رواندا في وقت تحاول فيه بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر. أثار الإعلان عن الاتفاق انتقادات من معارضين سياسيين وجماعات حقوقية وصفته بغير الإنساني. أخيراً أزيح النقاب عن اسم تلك الدولة التي كان يشار إليها بالرمز أس خلال اجتماعات الحكومة البريطانية بشأن سياسات الهجرة. إنها رواندا، هناك بعيدا في أفريقيا، تزورها وزيرة الداخلية البريطانية فريتي باتيل لتوقع اتفاقا بالأحرف الأولى مع نظيرها الرواندي. الاتفاق يقضي بأن تصبح هذه الدولة الأفريقية محطة انتظار أو توطين للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش نحو المملكة المتحدة. نظير هذا التوطين تتلقى كيغالي ما يصل إلى 120 مليون جنيه استرليني. الاتفاق يسري بأثر رجعي على المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا المملكة المتحدة منذ مطلع هذا العام، يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. يثير الاتفاق جدلا بشأن توقيته والدوافع التي تقف خلف إبرامه وطرفه الآخر كيغالي. من حيث التوقيت يتزامن مع ضغوط وانتقادات يتعرض لها جونسون على خلفية الغرامات المفروضة عليه من جراء خرقه قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد. يعده سياسيون معارضون محاولة لصرف الأنظار عن تلك العقوبات. الخطة تظهر كذلك بحسب وزير اسكتلندي أن حكومة جونسون عنصرية على الصعيد المؤسسي، يقول إنها تمنح حق اللجوء للأوكرانيين الفارين من الحرب لكنها ترسل لاجئين آخرين بعيدا لمعالجة طلباتهم. حقوقيا انتقدت منظمات الاتفاق. العفو الدولية ذكرت جونسون بأن بريطانيا استقبلت عددا قليلا من طالبي اللجوء مقارنة بالدول الأخرى. أما منظمة ريفيوجي أكشن فتصف الخطة بالقذرة، تقول إن اتفاق المال مقابل البشر غير إنساني. تشير تلك المنظمات إلى سجل رواندا الحقوقي الذي تصفه بالسيء، وتذكر جونسون بأن حكومته تمنح حق اللجوء للروانديين الفارين من الاضطهاد السياسي، فكيف يرسل إلى رواندا اللاجئين الفارين إلى بريطانيا من الحروب والاضطهاد؟ من جانبه يجد جونسون نفسه محرجا أمام ناخبيه الذين وعدهم بضبط الهجرة غير النظامية، لكن أكثر من 28 ألف لاجئ وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر المانش خلال العام الفائت. يجد جونسون في هذا الاتفاق وإن كان غير إنساني ملجأ لتصحيح أوضاعه السياسية. إلا أن المملكة المتحدة ليست الأولى على هذا الصعيد. سبق للأمم المتحدة أن رحلت طالبي لجوء من ليبيا ووطنتهم في رواندا، وكذلك فعلت إسرائيل، بينما أبرمت الدنمارك مذكرة مماثلة. النتيجة كانت بحسب تقرير صادر عن المبادرة الدولية لحقوق اللاجئين أن معظم هؤلاء اللاجئين جرى تهريبهم إلى خارج رواندا. هي سياسة بريطانية بحسب مراقبين تضيق الخناق على طالبي اللجوء وترمي بهم بعيدا بنحو آلاف الأميال، رغم أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاههم. يعد الكثير منهم ضحايا لسياسات بريطانيا العظمى التي استعمرت يوما أكثر من 50 دولة.
لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من لندن مايكل بنيان، الكاتب في صحيفة التايمز البريطانية. معنا أيضا عبر سكايب من لندن الدكتور وفيق مصطفى، عضو حزب المحافظين البريطاني. ومعنا من باريس باسم سالم، المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة. نبدأ معك دكتور وفيق لنتحدث عن الأسس القانونية والإنسانية لهذه الخطة التي اعتمدتها حكومة جونسون. برأيك هل ستكون فعلا حلا رادعا للهجرة غير النظامية؟ ولماذا تم اختيار رواندا بالتحديد؟ ألم تكن بريطانيا لديها بعض التحفظات على سجلها لحقوق الإنسان؟ هل هي راضية عنها الآن لتعطيها مبلغ بقيمة 120 مليون جنيه استرليني؟ هو الحقيقة دي مأساة إنسانية كبيرة جدا، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط، إن دول كثيرة في الشرق الأوسط دخلت في حروب أهلية، وكذلك ملايين من الناس من سوريا، من العراق، من حتى من لبنان ومن شمال أفريقيا هربوا إلى أوروبا، وبعضهم أخذ مخاطر كبيرة جدا، وآلاف منهم قتلوا في البحر، وجزء منها جزء غير شرعي على الإطلاق، ويمثلوا مشكلة خطيرة. وكما نعرف أن الحل ليس هو الهجرة والهروب من هذه الدول، الحل هو البقاء لتكوين دولة، لأنه إذا سوريا فقدت 5 أو 6 مليون، هيتبقى إيه في سوريا إذا كل الشعب هيهرب ويخرج يسيب البلد؟ فأنا أعتقد دي مشكلة كبيرة جدا. وكذلك في عبور راح بحر المانش، عصابات التهريب بتعمل مليارات من هذه عملية التهريب، مليارات مش مئات الملايين، ودي مشكلة كبيرة جدا، إن هذه العصابات لا يهمها أرواح البشر ولا يهمها هؤلاء الشباب أو الشابات الذين يحاولوا الهروب من سوريا. وفي نفس الوقت أعتقد أن لازم أن يكون هناك حل عربي. أنت قلت في المقدمة أن أوكرانيا، أوروبا تحاول حل لمشكلة أوكرانيا، لماذا لا تحل المشكلة في خلال الشرق الأوسط؟ عندك جامعة الدول العربية فيها أكثر من 20 دولة، وليس في واحدة عندها استعداد لتحمل المسؤولية. طيب سيد مايكل، يعني هناك كما يقول السيد وفيق مشكلة فعلا كبيرة، مشكلة الهجرة غير النظامية. كما يقول جونسون تحول بحر المانش إلى مقبرة بحرية، ويجب وقف التجارة بالبشر. وأيضا يعني ليس مطلوب من دافعي الضرائب البريطانية أن يكتبوا شيكا لتغطية نفقات أي شخص يريد أن ينتقل العيش هنا، هكذا يقول رئيس الوزراء البريطاني. أليس من حق بريطانيا أن تتخذ إجراء للحد من الهجرة غير النظامية كهذا الإجراء؟ لديها طبعا الحق في إيقاف الناس الذين يأتون على ساحلنا من القوارب الصغيرة بلا مبرر، والذين قد دفعوا أموالا كبيرة جدا للمتاجرين بالبشر. ولكن هذه أولا لابد أن يعترف بأنها غير شرعية، ولكن عندما يأتون ماذا كيف يأتون؟ لا يمكننا إعادتهم مرة أخرى. والآن بريطانيا تدفع مبلغا كبيرا جدا، 1.5 مليار باوند، وهذا حوالي 2 مليار دولار في كل سنة لرعاية طالب اللجوء، والآن يقولون بأنهم سيعادون إلى رواندا لتتم إجراءاتهم هناك. وهؤلاء الذين يمكنهم اللجوء قد يبقون في رواندا، معظم هؤلاء القادمين هنا لم يسمعوا برواندا وليست لديهم النية ليكونوا في رواندا، فهذا صعب جدا أن يوافق عليه البرلمان، وسيكون أيضا أمرا مكلفا جدا لإرسالهم هناك مرة أخرى. هذا هو السبب الوحيد باعتقادك لانتقاد هذه الخطة، هي الكلفة؟ هذا واحد من الأسباب، ولكن السبب أسبابا أخرى أن بريطانيا لا تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد للتعامل مع طالب اللجوء. كل أوروبا الغربية قد وقعت على المعاهدات الدولية لإيواء طالب اللجوء. المشكلة أن الكثير منهم، حوالي 9 من كل 10 منهم، هم ليسوا لاجئين سياسيين أو يهربون من الحروب. الكثير
كثير منهم هم شباب صغيرون يبحثون عن حياة أفضل. 9 من كل 10 منهم هم شباب صغار من دول ليس فيها اضطهاد ولكنهم يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا. طب سيد مايكل، وهذا أمر متفهم. يصل أو وصل إلى المملكة المتحدة في العام الماضي 28,526 شخصا، ويقول جونسون بأن هذا الرقم قد يصل إلى 1,000 يوميا في الأسابيع المقبلة. ما هي خطتكم أنتم الذين تعارضون خطة جونسون، ما هي خطتكم البديلة للتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية؟ إنه من الصعب جدا، وأعتقد أن عملية الإجراءات في الخارج التعامل مع إجراءاتهم ليس أمرا صعبا جدا، ليس عمليا. الحل هو أن نوقف عصابات الإتجار بالبشر عن أن يقوموا بجني الأموال من هذا. وكما قال السيد وفيق، من الأفضل إقناع الأشخاص بالبقاء في بلدانهم بدلا من أن يسافروا إلى بلدان أكثر. وأيضا إذا كانوا هؤلاء بالذات إذا كانوا مهاجرون اقتصاديين. سيد باسم، تعليقك على هذه الخطة وأنت محامي ومستشار في قضايا اللجوء والهجرة، ما هي التحديات القانونية؟ هناك من يقول سيد باسم بأنه هذه الخطة تعارض روح الاتفاقية الدولية لعام 1951 للأمم المتحدة التي تعنى باللاجئين، لأنها يعني بحسب هذه الاتفاقية لكل شخص حق تقديم اللجوء في أي بلد يعني يختاره. ما هي التحديات القانونية برأيك لهذه الخطة؟ سيدتي، أولا نحن مثل ما ذكرتي أنت بصدد اتفاقية دولية من عام 1951، يعني إذا بريطانيا قررت أنه تعمل اتفاقيات الأولى فيها أنه تلغي الاتفاقية اللي عملتها مع دول مع الأمم المتحدة باستقبال طالبي اللجوء والمهاجرين، بعدها تفكر باتفاقيات جديدة. إضافة أنه هاي الاتفاقية اللي المنوط عقدها هي مخالفة لأحكام القضاء البريطاني ومخالفة حتى لأحكام مجلس اللوردات الموجود في بريطانيا باستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء. يعني أنا ما ممكن أكون موقع على اتفاقية باستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وأعمل اتفاقية فرعية لنقلهم لبلد تاني. نحن شفنا كيف الدنمارك عملت هاي المحاولة وإسرائيل عملت هاي المحاولة، لكن نحن عم نحكي على دول الاتحاد الأوروبي. طبعا هي حاليا ليس دول الاتحاد الأوروبي، لكن هناك ميثاق أقرته حتى بريطانيا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي بأن يتم النظر بهذه الطلبات، وحتى كان التراجع عن تفاصيل اتفاقية دابلن أنه هذا الشخص إذا له عائلة تم إعادته إلى تلك العائلة أو لم شمل وغيره. سبب آخر أنا بدي أقوله، كيف بريطانيا بتنشئ مكتب لاستقبال اللاجئين البريطانيين شمال فرنسا؟ هل هؤلاء هم لاجئين شرعيين؟ يعني هل الأوكرانيين الذين سيصلون إلى بريطانيا تقدموا إلى السفارات البريطانية في فرنسا أو تقدموا إلى السفارة البريطانية في أوكرانيا وحصلوا على الموافقة باللجوء؟ لا، هم مهاجرين غير شرعيين، لكن بريطانيا فتحت لهم مكتب شمال فرنسا لاستقبالهم وترحيلهم إلى بريطانيا. يعني نحن أمام معضلة قانونية. سنأتي على تتهم الآخر بأنه مهاجر غير شرعي وأنت تستقبل بطرف آخر بمهاجر شرعي آخر. نعم، سنأتي على هذه النقطة، وهذه نقطة مهمة جدا، ولكن ذكرت بأنه هذه الخطة مخالفة لأحكام القضاء البريطاني، هذا أمر يعني خطير ومهم جدا. قانونيا كيف يمكن لهذه الخطة أن تنفذ إذا كانت كما تقول تخالف القانون البريطاني؟ سيدتي، نحن نذكر نحن بال 2021 في منتصف العام 2021 كان في خطة جديدة للحكومة البريطانية بهيكلة إعادة هيكلة استقبال اللاجئين والمهاجرين على الأراضي البريطانية، واعتبرتهم أنه هن غير شرعيين. مو بس هيك، أقرت كمان أنه كان في أحد من أهداف الخطة أنه كل شخص سيصل على الأراضي البريطانية بطريقة غير شرعية سيتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، وهذا مخالف لكل الدساتير. يعني نحن عم نحكي على شخص هو هارب، عليه أن يحصل على الأمان بتلك الأراضي بغض النظر كانت بريطانية أو غير بريطانية، بما أنه الدولة البريطانية وقع على هذه الاتفاقية، فبالتالي أنت مجبر على دراسة طلبه. هلأ أنه تذرع اليوم الحكومة البريطانية كان بيقول أنه هن هجرة اقتصادية، أوكي أنا أتفق معك، عليك تطبيق القانون، فعليك النظر بطلبه. إذا كان هجرة اقتصادية
عليك أن ترفض طلبه وإعادته إلى البلد اللي أتى منه، لكن لا يمكن تحديد هذا ونقل هذه المسؤولية بشكل كامل إلى رواندا، ورواندا تقرر إذا كان هجرة اقتصادية أو لا، وإذا سيبقى على الأراضي الرواندية أو إذا سيتم ترحيله إلى بلده الذي أجا منه أو البلد الثالث. يعني هي مخالفة للقانون البريطاني، سيد باسم، تنفيذ القانون يتم على الأراضي البريطانية. بعد النظر في ملفات الذين يعني يرحلون إلى رواندا، ما هو مصيرهم؟ إما الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وإما ماذا؟ اما هي العباره انه نحن في عندنا واحده من البروسيجر تم نقله من بريطانيا، يعني احنا المفترض انه هذا اللاجئ عندما يصل لبريطانيا يتم دراسه طلبه، اذا كان فعلا هو قادم بسبب هجره اقتصاديه فعلى الاغلب سيتم رفض الطلب، لان بريطانيا هي ملجا للحمايه للهاربين من الحروب والازمات الموجوده في العالم. الآن بريطانيا دخلت عن هاي النقطة ضمن هاي الاتفاقية ومنحتها لرواندا، فرواندا ستكون صاحبة الصلة بنظر في طلبه. إذا كان يستحق اللجوء فيتم منح اللجوء على الأراضي الرواندية ويتم دعمه بالمساعدات ستحصل عليها رواندا من بريطانيا. ولكن إذا كان هو فعلا قادم بسبب هجرة اقتصادية سيتم ترحيله إلى البلد الذي أتى منه أو البلد الثالث الذي سافر خلاله بحسب اتفاقيات الدولية الموجودة. يعني هاي الآلية يفترض بحسب الاتفاقيات الدولية أن تتم في بريطانيا. لا يجوز للحكومة البريطانية، هذا مخالف للدساتير العالمية ودستور بريطانيا نفسه، أن تتم هذه الآلية خارج حدود دولة بريطانيا. أو الأولى بها أنه تخرج ضمن الاتفاقية الدولية لاتفاقية جنيف عام 1951. سيد وفيق، كنت أراك بأن يعني تعترض على كلام السيد باسم الذي يقول بأنه هذه الخطة مخالفة لكل الاتفاقيات التي يعني تعتمدها المملكة المتحدة، وأهم هذه الاتفاقيات هي اتفاقية عام 1951 للأمم المتحدة التي تعنى باللاجئين، ما رأيك؟ والحقيقة بريطانيا استقبلت عشرات ومئات الألاف من اللاجئين من أفريقيا، من أوغندا، استقبلت أكراد من العراق، استقبلت من أفغانستان، من شمال أفريقيا، من سوريا. فأنا لا يمكن أن يكون هذا الكلام غير يعني قاسي جدا، أن أتصور أن بريطانيا لم تستقبل الناس والدول العربيه لم تستقبل شيء. الدول العربيه هذا ملف اخر. سيد مصطفى، اسالك سيد وفيق، هو اود منك اجابه مباشره على هذا الموضوع، هل فعلا هذه الخطه هي منافيه لروح الاتفاقيات الدوليه التي تعتمدها المملكه المتحده كاتفاقيه عام 1951؟ لانه بحسب هذه الاتفاقيه، مبدا الاتفاقيه ان للاشخاص الحق في طلب اللجوء في اي بلد، ويجب على الدوله فحص طلبات اللجوء الخاصه بهم، وباعتماد هذه الخطة الآن وإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، بريطانيا يعني تقود هذا المبدأ تماما. لا على الإطلاق، لأن جمعية يعني عصابات تهريب البشر ما كانتش موجودة في سنة 1950، عصابات تهريب البشر موجودة آخر 10 سنين فقط، وهي مشكلة كبيرة. ولذلك أنا أعتقد يعني مثلا هتلاقي اليمنيين ما فيش يمني في لأنهم فقراء ما معهمش فلوس، هتلاقي السودانيين قليل. أنا رحت الجنجل في كالي وقعدت يوم وشفت الناس فيه، ما حدش عايز يقعد في أوروبا، كلهم عايزين يجوا إنجلترا لأسباب مختلفة، الأسباب الاقتصادية فقط. يعني مش عايزين يروحوا بولندا، مش عايزين يروحوا أي دولة في شرق أوروبا، كلهم عايزين يروحوا يا إما فرنسا أو بريطانيا. أعتقد أن موقف بريطانيا رغم أنه حساس ولكنه براجماتي، وكان ممكن يستخدمه شمال سوريا، المنطقة التركية. سيد وفيق، ألا تظن أنه أيضا هناك سياسة للكيل بمكيالين؟ لماذا التعامل مع الفارين من الحروب من حرب أوكرانيا مثلا بطريقة، والفارين من الاضطهاد العرقي والمدني والحروب الأخرى من بلدان أخرى يتعامل معهم بطريقة مختلفة؟ أليس أيضا ذلك يضع بريطانيا أمام تساؤلات إنسانية وحقوقية حول هذه الخطة؟ لا على الإطلاق، لأن ما فيش هناك عملية تجارة سفر البشر أو من أوكرانيا، الموضوع واضح، دولة ديمقراطية. وأعتقد أن سوريا والدول الشرق الأوسط بسوريا خاصة فيها مشكلة كبيرة جدا. هي المشكلة فقط لأن هناك من يتاجر بهؤلاء الناس، يعني بالضبط، يعني هذا حقيقي. ودي وهم عشان كده، إذن هؤلاء الناس يعني يتم رفض طلباتهم
بعد أن يأخذوا هذه الرحلة الخطرة عبر القناة الإنجليزية يعني يغامروا بحياتهم ويصلوا إلى الأراضي البريطانية، يتم إرسالهم إلى رواندا بسبب ماذا؟ يعني لماذا لا يتم النظر في طلباتهم هناك؟ لا حتى لا يشجع المغامرة، لأن المغامرة في النهاية بتمنع الناس اللي لها حقية أساسية في الأسايلم، في عندهم بس ما عندهمش استعداد المغامرة. فمش معقول إن واحد مغامر، وخاصة عملت مشاكل كما تعرفي أن هناك تجارة في البشر، تجارة في المخدرات، يعني معروف حاجة اسمها نارك ستيت دلوقتي، 5 مليار دولار مخدرات من هذه المنطقة بتروح للعالم. ودلوقتي السعودية منعت تجارة الفواكه من سوريا ومن لبنان بسبب نارك ستيت، أكثر من دخل قناة السويس. سيد مايكل، برأيك إلى أي مدى ستشكل خطة جونسون سابقة كما تصفها المنظمات التي تعنى باللاجئين بأنها سابقة خطيرة، قد تشجع دول غربية أخرى على اعتمادها؟ لا، لن تكون سابقة، لأن قد تبنتها بالفعل دول أخرى مثل أستراليا لمدة 5 سنوات حتى الآن. أستراليا لا تسمح لأي شخص من المهاجرين ليأتي مباشرة غير شرعيا إلى أستراليا، ولكنهم يرسلونه إلى بابيون نيوغيني وهي دولة أخرى، ويبقون خارج أستراليا حتى يتم التعامل مع طلبهم و يأخذون التصريح. إذا جاءوا إلى أستراليا مباشرة سيحبسون، وبريطانيا ستفعل الأمر ذاته. ولكن من المهم إعطاء الفرصة لكل شخص، ليس هناك أي حق أخلاقي أو قانوني لمنع الأشخاص الذين يبحثون عن حق أفضل أو حياة أفضل، ولكن ليس هناك أي دولة عليها أن تعطي الإقامة لكل شخص يريد أن يأتي وتدعمه. سيد باسم، أود أن أسمع وجهة نظرك أيضا عن هذه النقطة، خطورة استنساخ هذه الخطة في دول غربية أخرى. سيدتي، أنا أول شيء دريت على ضيفك بالأول أستاذ وفي، بعتقد أنه عبقول أنه أوكرانيا هي دولة أنه دولة ديمقراطية، فهن مختلفين تماما، ودائما يتم التنويه إلى دول عربية. أنا لست دفاعا عن دول عربية، أنا أتكلم عن دول أوروبية، عن دول غربية تتبجح دائما بقانون ديمقراطي. إذا بحب أصنف له بريطانيا مثل سوريا ومثل السعودية ومثل الدول الثانية بمعاملة اللاجئين والهجرة، أنا جاهز، لكن أنا بتقارير الأمم المتحدة عندي إياها دول ديمقراطية تحترم دساتيرها، فبالتالي عليها تطبيق هاي الدساتير والاتفاقيات على الأرض. أنا ما فيني أنه إتجار البشر، كيف أنا بعتمد إتجار البشر إذا كان في مراكب جاهزة لنقل الأوكرانيين؟ طيب خلي مراكب جاهزة لنقل هؤلاء، وبعدين بتبت بطلباتهم في المملكة المتحدة اللي أنت فيها، بس مو تمنعوا يصلوا على الضفة لعندك وتأمن لغيرهم هجرة مثل الأوكرانيين أنه يصلوا لعندك، وبعدين بتتهم تجار البشر أنهم عم تاجروا أنه عندهم أرباح خيالية بهذا الموضوع. هذا غير إنساني وغير أخلاقي وغير قانوني أصلا. رح أرد كمان على الضيف الثاني اللي حضرته قال أنه ممكن الخطة الأسترالية هي لا بتعمل جدر. يا ريت بريطانيا تطبق الخطة الأسترالية. الخطة الأسترالية اللي بتتم الموافقة على طلبه بيتم استقباله في أستراليا، لكن الخطة البريطانية حاليا بعتقد الضيف ما اطلع عليها هي سيبقى في رواندا حتى لو تم الموافقة على طلبه، فبالتالي هي لا تشبه أبدا الخطة الأسترالية. سيتم ترحيله من رواندا ويتم قبول طلبه ومنحه الإقامة في رواندا نفسها، وسيتم أنه الصرف عليه من المساعدة اللي رح تمنحها بريطانيا. فبالتالي أنا بريد أنه الضيفين أنه نتكلم بشكل قانوني بضمن الاتفاقيات الموقعة بريطانيا لا أكثر ولا أقل، دون التوجه إلى دول عربية ودول مثل ودولة تانية مثل أستراليا. هناك اتفاق، هناك قانون، عليك أن تتحمل التوقيع التي وقعت عليه أو الاتفاقية عام 1951 هي غير مناسبة لك. هناك إتجار بالبشر حاليا لم يكونوا موجودين عام 1951، تفضل اطرح على البرلمان او مجلس اللوردات عندك بالغاء هاي الاتفاقيه وبعد عمل اللي بدك اياه، لكن ما تقلي انا دوله ديمقراطيه ومصنفه عالميا باستقبال اللاجئين وساعدتهم وبعدين تعمل هاي الاتفاقيه اللي هي مخالفه انسانيا وقانونيا واوروبيا وعالميا للدساتير الموجوده حاليا. سيد وفيق، يعني أود أن أسمع أيضا إجابتك على هذا الكلام. بريطانيا كما يقول السيد باسم هي ملزمة قانونيا وأخلاقيا بالالتزام بروح الاتفاقيات التي وقعت عليها، وهذه الخطة تقود مبدأ هذه الاتفاقيات، ما ردك؟ لا أتفق معه على الإطلاق. هو ماذا قدم العالم العربي للبشرية آخر 500 سنة؟ قدم لهم مشاكل وحروب أهلية وهجرة و
طب سيد وفيق، يعني لماذا تقحم العالم العربي؟ نحن نتحدث عن امر اخر الان. لا احنا بنتكلم هذه القناه عربيه وموجهه للعرب وليس للافريقيين ولا الاوروبيين. نحن سؤالي لك، بريطانيا هي وقعت على اتفاقيات دوليه، وهذه الخطه تناقض الروح القانونيه والانسانيه والاخلاقيه لهذه الاتفاقيات. لماذا، يعني سؤالي لك، كيف ممكن لهذه الخطة أن تكون سارية قانونيا وأخلاقيا وهي تتعارض مع الاتفاقيات الأخرى الملتزمة بها بريطانيا؟ هذا هو سؤالي. ما ليس هناك داعي لإدخال العالم العربي؟ أرد عليك. المغامرين لا يحترموا القانون، شركات تهريب البشر لا تحترم القانون، وعلشان كده عايزة حل عربي. الدول العربية لازم تتحمل مسؤولية عن نفسها، مش معقول انها راميه نفسها على العالم بالطريقه دي. يعني الفارين ليسوا فقط من العالم العربي سيد وفيق، هناك من دول افريقيه اخرى، من يعني الحروب ليس فقط مقتصره على العالم العربي. العالم العربي كله حروب اخر 10 سنين، والشرق الاوسط من افغانستان حتى ليبيا. فانا اعتقد علينا ان لا نهرب من ذلك. انا مش بتكلم كلام عمومي، أنا بتكلم كلام محدد على الشرق الأوسط، إن عنده مشكلة أساسية في structural damage in the Middle East لازم يتغير. حكاية إن إحنا نرمي المشكلة على أوروبا هذا لا يحل مشكلة سوريا أو مصر أو أي حاجة. لماذا أوكرانيا إذا لماذا اللاجئين الأوكرانيين الآن يرمون بثقلهم على بريطانيا وهذا مسموح؟ بريطانيا لها حق إنها تختار، لأنه لمدة 10 سنوات بياخدوا من جنسيات مختلفة، فبالتالي هم في وضع هجوم من بوتين وروسيا، عدوان على شرعية الدولة، دولة ديمقراطية، دولة لها سوفرنتي، دولة مستقلة لها كيان ولها سيادة وعضو في الأمم المتحدة، واعتدت عليها روسيا وفي وضع يختلف تماما عن دول فيها حرب أهلية. أوكرانيا ليس فيها حرب أهلية، أوكرانيا تحت عدوان من دولة أخرى عظمى. سيد وفيق مصطفى عضو حزب المحافظين البريطاني، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول للسيد مايكل بنيان الكاتب في صحيفة التايمز البريطانية، والسيد باسم سالم المحامي والمستشار في قضايا اللجوء والهجرة، كان معنا من باريس. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. ختام للخبر بقية، شكرا للمتابعة.